انطلق السباق التنشيطي للهجن بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1000 متسابق من مختلف القبائل من 12 محافظة وأكثر من 750 جملا. يأتي هذا السباق تمهيدا للمشاركة في السباق الدولي للهجن الذي تشارك فيه دول عربية والذي تنظمه مصر والإمارات في مارس المقبل. بمشاركة 1000 متسابق من مختلف القبائل المصرية من 12 محافظة وأكثر من 750 جملاً، انطلق السباق التنشيطي للهجن بميدان سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ. ويأتي هذا السباق تمهيداً للمشاركة في السباق الدولي للهجن وتشارك فيه دول عربية وتنظمه مصر والإمارات في مارس المقبل. صراحة اللي بيتم في شرم الشيخ من بطولات ومهرجانات للهجن والتراث يعني يعتبر تاريخ 17 محافظة و1500 مشارك من هذا المكان أرض السلام. نتوجه بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لتراث الآباء والأجداد. تصميم مضمار الهجن بشرم الشيخ جاء ليكون صالحا لاستضافة سباقات عالمية، حيث جرى تطويره ليواكب أحدث ما وصلت إليه تقنية مضامير الهجن في الدول العربية. مضمار يعتبر الأول في أفريقيا، إمكانيات للهجن، إمكانيات للزوار، إمكانيات للمتفرجين، إمكانيات للمتسابقين، حاجة كبيرة. أيضا الدفع الكبير أيضا دولة الإمارات الشقيقة متطور، يعتبر من الدول العربية الأولى متطورة في رياضة الهجن، أعطت كثير مصر من الخبرات في رياضة الهجن، وأصبحت الهجن في مصر الآن في تقدم كبير في رياضة الهجن إن شاء الله، ورويدا رويدا إن شاء الله نسير في مصاف الدول الخليجية تقدم في رياضة الهجن. هذا ويجري تنظيم السباق التنشيطي للهجن بشرم الشيخ وفقا لقوانين رياضات الهجن التي أصبحت من أهم الرياضات في مصر، وتحظى بكل اهتمام ودعم من الدولة تشجيعا لملاك الهجن على الإكثار منها وتربيتها وتحسين سلالاتها.